ينضم إلينا من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. إذن أحمد، عادت يعني الحياة على الأقل يعني الجامعية والإدارية والأكاديمية بشكل طبيعي في صيدا، لكن هل يعني هذا يعطي فعلا الانطباع بأنه الاستقرار يعني عاد للأوضاع داخل المخيم أو هو استقرار إلى حين؟ تحياتي لك في البداية. في الحقيقة أن هذا الاستقرار هو استقرار مرهون باستكمال الشروط التي تم التوافق عليها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بمعنى أن ربما الدوائر الحكومية عادت اليوم، بالإضافة إلى عدد من الجامعات والمدارس في نطاق مدينة صيدا وفي مختلف الأنحاء، وأيضا الحركة التجارية عادت جزئيا إلى الشوارع، ولكن هذه العودة هي عودة بحذر خوفا من إمكانية تجدد الاشتباكات في المخيم مرة أخرى، لأن الهدوء الذي يعم المخيم حاليا لا يزال هدوءا حذرا، وخاصة في ظل استمرار النازحين من المخيم في التواجد في مختلف المناطق في مدينة صيدا، سواء في محيط عدد من المساجد أو أيضا في محيط بلدية صيدا أو في مناطق المخيمات التي أنشأتها محافظة يعني حركة النزوح ما زالت مستمرة طبقا للمشاهدات أحمد؟ نعم، النازحين الذين خرجوا من المخيم لم يعودوا مرة أخرى إلى المخيم خوفا من تجدد الاشتباكات. أيضا المدارس التابعة للأونروا لا تزال موجود فيها المسلحين الذين يحتلون هذه المدارس، وبالتالي لا عودة للمدارس في الأمد القريب. هناك مفاوضات جارية لاستكمال البنود التي تم على أساسها وقف إطلاق النار نهاية الأسبوع الماضي، ومن أهم هذه البنود هي إزالة كافة المتاريس اللي موجودة فيها الشوارع داخل المخيم، أيضا تسليم المتهمين في جريمتي الاغتيال اللذين أشعلتا فتيل التوتر في المخيم أواخر شهر يوليو الماضي، بالإضافة إلى خروج المسلحين الذين دخلوا المخيم بعد الاشتباكات، بالإضافة إلى بند أساسي في هذا الأمر هو إخلاء الشوارع من الأسلحة ومن جميع مظاهر العنف المسلح، لكي تبدأ الأونروا في العودة مرة أخرى إلى المخيم، وتبدأ منظمات المجتمع المدني في العودة مرة أخرى إلى المخيم لإعادة أعمار المنازل المتضررة وإعادة تشغيل المدارس تمهيدا لبدء العام الدراسي. إذا تحققت هذه الشروط فبالتالي سيعود الهدوء التام إلى المخيم وتعود الحياة في صيدا إلى طبيعتها. لكن مع فتح الفروع الجامعة اللبنانية في صيدا والحركة الأكاديمية التعليمية بشكل أو بآخر، هل هناك يعني إقبال من قبل الطلبة والدارسين أو ما زالت الأمور يعني تدرس؟ بالتأكيد كان هناك اليوم إقبال من الطلبة ومن أساتذة والفريق التعليمي في الجامعة، أيضا حضر الموظفون في مختلف المؤسسات ومختلف مؤسسات الدولة اللبنانية، ولكن هذه العودة وهذه الحركة هي بحذر شديد خوفا من تجدد الاشتباكات، ولكن تثبيت وقف إطلاق النار على مدار الأيام الثلاث الماضية أعطى انطباعا إيجابيا للجامعات اللبنانية، وأيضا انطباعا إيجابيا لمؤسسات الدولة اللبنانية للعودة إلى العمل مرة أخرى اليوم، على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي وأخير لوقف إطلاق النار في المخيم. شكرا جزيلا على كل هذه الإيضاحات من بيروت مراسل القاهرة الإخبارية أحمد سنجاب. شكرا أحمد.